إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. صباح الخير يا ممدوح. صباح الخير يا حبيبتي. ها صوابع ايديك ورجليك عاملين ايه النهارده؟ مش احسن شويه من امبارح؟ والله ابدا، كان نفسي اقول احسن، بس نفس الالم ولونها ازرق قوي زي ما انت شايف، وايديا ورجليا ساعين بشكل فظيع. مش انا قلت لك يا حبيبتي تدف نفسك، دف ايديك ورجليك كده علشان الوجع ده يروح. ما انا بتخنق من الغطا الكتير ده وانا نايمه، وكمان ما بحبش البس شراب انا في رجليا لا في البيت ولا وانا نايمه. يعني اعمل ايه بس؟ خلاص اروح لدكتور اكشف واعرف السبب وعالجه. صوابع ايديا ورجليا هيموتوني من الالم، وخايفه من لونها الازرق ده، لحسن يكون حاجه وحشه لا قدر الله. بعد الشر عليك يا حبيبتي، لازم نروح النهارده للدكتور ان شاء الله عشان تكشفي وتاخدي علاج يعني. والف سلامه عليك. الله يسلمك يا حبيبي. عضه البرد او قرصه الصقيع عبارة عن أعراض بتنتج عن تعرض أجزاء من الجسم لدرجات الحرارة المنخفضة جدا في شهور الشتاء، وده قد يؤدي لتلف في الجلد والأنسجة، وده بيحصل غالبا في الناس اللي بيعيشوا في المناطق شديدة البرودة. عادة قرصة الصقيع دي بتصيب الأماكن من الجسم المعرضة للبرد زي الرأس والوجه والأذنين والشفتين واليدين والقدمين، لكن أصابع اليدين والقدمين هم الأكثر شيوعاً في التعرض للضرر. الضرر اللي بيحصل أعراضه بتكون في صورة شعور بتجمد في الأطراف وفقدان الإحساس في هذه الأماكن، وممكن يحصل معاه تغير في لون المنطقة المصابة للون الأحمر، وممكن يحصل كمان شحوب في الوجه. سبب عضة البرد هو حدوث انقباض شديد في الأوعية الدموية في طبقات الجسم السطحية كرد فعل تلقائي للجسم لتحويل الدم للأعضاء الحيوية داخل الجسم، وده بيسبب نقص إمداد الأطراف بالدم. عضة الصقيع ليها درجات، درجة أولى وتانية وتالتة ورابعة حسب طبقات الجلد المتأثرة من الجو البارد. عضة البرد من الدرجة الأولى والتانية هي اللي فيها تأثر الجلد بيكون في الطبقات السطحية بس، أما الدرجة التالتة هي امتداد تأثير البرد ده على الأنسجة الدهنية تحت الجلد، على الطبقة الدهنية اللي تحت الجلد. عضة البرد من الدرجة الرابعة فيها تمتد الإصابة أعمق من كده للعضلات والأوتار والعظام. بيتم علاج قرصة الصقيع بتدفئة الجلد وإعطاء أدوية مسيلة للدم ومسكنات للألم، وأحيانا قد يحتاج المصاب لعلاج جراحي لإزالة أنسجة الجلد اللي قد تكون تلفت. للوقاية من عضة البرد يجب تجنب الخروج في الجو شديد البرودة، ولو اضطرنا ننزل يجب ارتداء الملابس الثقيلة المناسبة وقفازات وجوارب وتغطية الرأس والأذنين والرقبة، وتناول طعام متوازن، وممارسة بعض النشاط البدني والرياضة للتدفئة. دمتم في صحة وسلام. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.